بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أبناءنا الطلبة، أحييكم وأحل لكم فقرة تأكد من الدرس الثاني، العمليات على المصفوفات. يقول هنا: أجد ناتج الجمع أو الطرح في كل مما يأتي إن كان ممكنا، يعني أحيانا قد لا يكون. لاحظوا هون ممكن، ليش؟ لأنه نفس الرتبة، هاي المصفوفة صف في 3 أعمدة، يعني رتبتها 1 في 3 وهي 1 في 3، فجمعهم يعطي مصفوفة من نفس النوع. نجمع -8 + 11 فيها 3، 2 + -7 فيها -5، 6 + 1 فيها 7. لاحظوا هون المصفوفات اختلفوا، مش نفس النوع، هاي رتبتها 1 في 3، هاي رتبتها 1 في 2، إذن غير ممكن جمعهم. تمام، هون الطرح ممكن لأنه نفس الرتبة، إذن يساوي، يعطي مصفوفة نفس النوع، 7 - 9 فيها -2، -12 - 6 فيها -18، 15 - 4 فيها 11، 4 - -9 صارت +9، يعني فيها 4 + 9 فيها 13. هنا الطرح ممكن أيضا، ويعطي مصفوفة من نفس النوع، رتبتها 2 في 3، إذن راح نطرح 5 - -2 بتصير +2، يعني 7. 3 - 2 بيعطي 1. العمود الثاني: 13 - 18 بصير +18، يعني بتصير 31. 17 - -11 يعني +11 بتصفي -6. 6 - 8 = 14 2 - 0 بيطلع 2. تمام، المجموعة الثانية بيقول: أوجد ناتج ما يلي. بدو الثلاث هاي اللي برا نضربها في المصفوفة، وهذا يعني انك تضرب كل مدخلة بهاي المصفوفة بالعدد 3. 3 في 6 = 18، 3 في -2 = 6، 3 في -4 = 12. عمود الثاني: 3 في 4 = 12، 3 في 14 = 42، 3 في -6 = 18. عمود الثالث: 3 في 0 = 0، 3 في -8 = 24، 3 في 7 = 21. هيك أكون ضربت المصفوفة بالعدد 3. نأتي هنا نفس الإشي، بده نضربها -6، فأضرب كل عنصر فيها -6. -6 في 15 = 90، -6 في -9 = 54، -6 في 2 = 12، -6 في 3 = 18. -18.
سوي الصف الثاني، غير اللون كمان. سالب 6 في 6 سالب 36، سالب 6 في سالب 11 66 موجب، سالب 6 في 14 سالب 84، سالب 6 في سالب 2 موجب 12. الصف الثالث، سالب 6 في 4 سالب 24، سالب 6 في سالب 8 موجب 48، سالب 6 في سالب 10 موجب 60، سالب 6 ضرب 27 سالب كم؟ 6 ضرب 27 يساوي 162. سالب 162. تمام. إذن ساوت هاي بعد ما ضربنا. الآن هون معطيني ثلاث مصفوفات A B C كما تشاهدون، ويطلب 4 B ناقص 2 A. إذن أول إشي أروح أطلع أنا كم 4 B، وبعدين أروح أطلع 2 A بنقصهم. يلا 4 B، شو بسوي ب ناقص مصفوفة زي هيك؟ سنشوف شو تعطينا. 4 ب 4 ب 8 32، هيها ب. 4 بسالب 1 سالب 4، أربعة في سالب 2 سالب 8، أربعة في 7 28. تمام، هاي 4 بي بدي نقصها من 2 A. وين A؟ هيا نجي نضرب A ب2. يلا غير الكل ألوان، مش خسرانين شيء. 2 A حيها A اضرب ب2 بتصير 12، اضرب ب2 بتصير سالب 8، اضرب ب2 بتصير 6، اضرب ب2 تصير سالب 10. نطرح، طلع مصفوفة من نفس النوع. يلا معي ساعدونا، لو كو بعيدين لكنكو قريبين. 32 ناقص 12 فيها 20، قريبين يعني بالقلب. سالب 4 ناقص ناقص 8 يعني زائد 8، وسالب 4 فيها 4. تمام لغاية الآن؟ صارت زائد 8 مع ناقص 4 فيها 4. سالب 8 ناقص 6 فيها سالب 14. بس نغير شكل القوس هذا، والله شكله المدخل الأخيرة 28 ناقص ناقص 10 بصير زائد 10 وبصير 38. إذن هذا جواب سؤال 7. بالمثل
بنسوي له سؤال 8، بنروح نطلع سالب 8 سي زائد 3 اي، بنحط هنا سالب 8 سي زائد، وهنا نحط 3 اي يساوي، وهنا بنحط الجواب. تمام؟ يا سالب 8 سي، تاع يا سي المحترمة، هاي سي نضربها بسالب 8 بتصير موجب 8 ضرب 4 32، سالب في سالب موجب 8 ضرب 6 48، سالب 8 في 12 سالب 96. سالب 96 سالب في سالب موجب، وثمانية بسبعة 56. نتأكد، سالب 8 في سالب 4 32، سالب 8 في سالب 6 موجب 48، سالب 8 في 12 سالب 96، سالب 8 في سالب 7 موجب 56. نجي هون نضرب 3 اي، 3 اي هيها اي، ضربها بثلاثة، 3 بستة 18، 3 بسالب 4 سالب 12، 3 في 3 9، 3 في سالب 5 سالب 15. الآن نقوم بعملية الطرح. جمع 32 زائد 18 بتعطي 50، 48 وناقص 12 بتعطي 36، سالب 96 زائد 9 فيها سالب 87 56، وناقص 15 فيها 41، تمام؟ السؤال الأخير في فقرة تأكد، هذه H وهذه L، قل أوجد المصفوفة التي تمثل الفرق بين المعدل الشهري لدرجات الحرارة العظمى والمعدل الشهري لدرجات الحرارة الصغرى. هاي العظمى وهاي الصغرى، يعني بده H ناقص L. هاي نا ماينس ليست يساوي هاي مصفوفة 39.9 ناقص 24.1 بظل 0.8. 39 ناقص 24 فيها 25، 65. خليني بسوي لكم اياها على الحاسبة وبعدين اشغل الفيديو عشان ما اضيع وقتكم. يا 44.3 ماينس 28.4 يساوي، اذا طلعت بالحاسبة كسر حط اس دي عشان يطلع لك كسر 10، 15.9.
كون هيك أنا طرحت المصفوفتين اللي بمصفوفة تمثل درجة الحرارة العليا ناقص المصفوفة التي تمثل درجة الحرارة الدنيا. هيك نكون حلينا لكم فقرة تأكد، هذا هي، وإن شاء الله تعالى التسجيل القادم نقوم بحل تدرب وحل المسائل بإذن الله تعالى. تابعونا وبإذن الله نحلك وتدرب وحل المسائل مع مهارات التفكير العليا. إن كان نحلك فيها مثلا تحدي، ونحللك فيها تدرب على اختبار إن شاء الله تعالى. شكرا لكم ولإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.